يو الدراري، معكم هذا مرحبا في فلات جراوند سكيتش بورد، فيديو جديد. مرحبا بكم في بارت ثاني للفيديو اللي كيهضر على السلسله ديال التريكسات تقدروا تحطوهم في الفلات، يعني تقدروا تحطوهم في فلات جراوند. شوف الكاباج وداك الشيء. والتريك ديال اليوم هو نوني 360 باك سايد. بلات واحد الحاجه في الاول باش تعرف الفرق بين نوني 360 فرونت سايد ونوني 360 باك سايد. نوني 360 باك سايد تكون غادي بحال هكا، تكون غادي بحال هكا. نوني 360 باك سايد تتبرك هنايا، تكون غادي هكا، تكون غادي كتبرك هنايا، ما كدورش لقدام. نوني 360 باك سايد ما كدورش جهه باك سايد، بلات كدور 360 فرونت سايد حيت تقلبوا في نوني. يعني مثلا لعبتي دابا نوني شوفي، ها نوني شوفي هكا كتلعب، ما كتلعبش هكا، ما كدورش هنايا وكدير هكا، لا راه كضرب هنا وكتعبه باللور، يعني كيتقلبوا دائما في النور، كيتقلب مع سميتو الاخر، كيتقلبوا دائما. هاد القضيه هادي عقلوا عليها مزيان. انا غنوريكم بوزيشن فوت بيدي، ما نقدرش نوري عليكم في هذا الفيديو برجلي اليوم للاسف، حيت كاينه الشتا برا، ما نقدرش نخرج برا، كاينه الشتا هاد الايام هادي. داكشي علاش صورت في الدار، ما بغيتش نتعطل عليكم، غنوريكم بوزيشن فوت، نوري عليكم غير بيدي، نبداو على بركه الله. بالنسبه للرجل ديال بوب، الرجل ديال بوب انت موالفين كتلعبوا بحال هكا نتوما، ياك كتولي كتكون هادي الرجل ديال بوب كتلعبوا بحال هكا. يعني كاع اللي كيلعبوا بحال هكا، كاع اللي كيلعبوا فهاد البوزيشن هادي، غادي الا بغى يلعب هاد التريك غادي يولي يلعب بحال هكا، غيلعب فهاد البوزيشن بحال هكا. انا بدا الرجل هنايا، الرجل ديال بوب كتولي هنا، والرجل ديال فليك كتولي الوسط، فهمتي؟ هذا هو اللي كيتسمى نوري، هذا نورمال، هذا كيتسمى نورمال بحال هكا. باش تلعب بحال هكا تريكسات نورمال، وباش تلعب بحال هكا تريكسات يتسمى نوري، فهمتي؟ كيتسمى نوري. بالنسبه للتريك هذا ديال نوري باك سايد 360 كيتلعب بحال هكا، الرجل ديال بوب هاهي كتولي اليمنيه، هي الرجل ديال بوب كتحطها هنايا. علاش تتحط هنا الرجل ديال بوب؟ كتحطها هنا باش تسكوبي، باش بوب تسكوبي لقدام، كتسكوبي بحال بيتلعب نوري فوق نوري شويت، بحال بيتلعب نوري شويت، تتسكوبي بحال هكا. باش تتسكوبي بحال هكا هذا الرجل ديال الفليك، هذه اللي كتولي الرجل ديال الفليك كتحط هنايا، كتخرج بحال شويه بحال شكل ديال هاد الفليب. علاش؟ ما تقدر تحطها هنايا، المهم بحال شكل ديال هاد الفليب ساهله عليكم دغيا. باش فاش تسكوبي هادي تسبوبي تسكوبي هاد الرجل، اش تدير باش تسكوبي؟ تدور البورد بحال هكا، انت اش تدير بهاد الرجل هادي؟ هادي كتزيد تدور بحال هكا، تدور بحال هكا، كتلقى راسك فاش تدور بحال هكا اول حاجه خصك دير هي الدوره ديال الكتف. الا لاحظتوا الفيديو انا غنوري لكم دابا الدوره ديال الكتف، يعني انت باغي تدور مولي باك سايد 360، يعني غديرها انت غادي لقدام، غادي مع البورد لقدام، غتحط بوزيشن فوت اللي وريتك دابا. واش غدير؟ غادي دير بحال هكا، غتشدها غادي تبوبي غادي تفليك لقدام، غادي سمحوا لي غادي تسكوبي لقدام باش تلعب فرونت شوفيت، غادي تشد هادي، هادي غتكون بحال هكا. اون فوا غاتسكوبي غاتفليكي غادور، فاش غادور قبل ما دير هاد الشيء خصك دير جسمك بحال هكا، ضروري دور بحال هكا، وتحيد يديك بجوج، دور هكا بوبي، هذيك البوب اللي قلنا دابا والفليك، بوبي تات بوبي سكوبي مع الدورة مع الفليك، فهمتي؟ دور مجهد بحال هكا كتفلاكي، فاش تفلاكي مجهد، اما تيدرش نوري باك سايد عادي، تيدور نوري باك سايد 360 بزز منك، يعني بغيت تحط تلقائيا من نفسه، على حسب الدورة ديال المجهد. إلا كنتي كدور الدورة بمجهد كتحط بوحد، مثلا بحال هكا، بوب، كتسكوبي لهي، كتحط رجلك هنايا في نوري، كتبرك، كتسكوبي لهي، هاد الرجل هادي كتبقى هنايا، باش شنو تدير؟ دير رجل تتلوى بحال هكا، تتلوى، كتكون ديجا انت سكوبي تدور بحال هكا، كتعاود تفلاكي، كيدور لك بحال هكا، باش تدور مجهد، تتلقى داير بحال هكا، باش تدور مجهد، داكشي علاش تتريفيري في الآخر، تتريفيري بوحدها، ما تحتاجش تريفيري. شوفوا الفيديو، وشوفوا كيفاش غادي تلعب، شوفوا الفيديو، هو غادي يدوز الفيديو دابا، شوفوه ونعاود نرجعو. الا لاحظتوا معايا الدراري مزيان كيفاش الدوره ديال الكتف، شوف الدوره ديال الكتف، تدور من جهه اللور، تتميل لجهه البوب، الجهه ديال البوب جهه ديال نوري، تتبوبي، تدور كتفك من جد، تتفليك شويه، تتحط هذوك الجروايد، وكتريفيري بالاخر بحال هكا. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا وركزتوا معايا مزيان، باش كنت نقول لكم الدوره ديال الكتف، كيفاش تدور الكتف ديالو، كيفاش تحط، وهاد نوري 360 باك سايد اللي حطيت لكم دابا، يلاه ديال بيجينر، باقي مزيان هذا ديال بيجينر، يعني تتحط تتبوبي، تتحط جروايد عليه باش تريفيري. بقى جاي الاخر ان شاء الله اللي غادي تدربيه في السماء، غادي تضربو في السماء، ساهل تا هو بزاف، دغيا تعلمو ليه. المهم الدراري بالنسبه للبوزيشن فوت، البوزيشن فوت ديال فاش تكون بحال هكا وتتولي نوري، غنهضر لكم عليه فواحد الفيديو قريب ان شاء الله، باش ما تبقاوش تحنسرو، فهمتي؟ باش بنادم اللي باغي يعرف السويتش يعرف بلي رايد السويتش، باش تكون لاعب جيم وبان لك واحد ما تعرف لا سويتش لا نوري، هادشي كامل غنهضر عليه فواحد الفيديو كامل، كيفاش نوري، كي كيتحط نوري، كي كيتحط السويتش، وكي كيتحط فيك، وكي كيتحط نورمال، بالنسبه للكوفي والريغولر. بالنسبه للريغولر الدراري، بالنسبه للكوفي
بالنسبه لجوفي بوزيشن فوت ديال هاد التريك هادي اللي قلت لكم كتلعب بالنسبه لجوفي وريبلر، يعني بالنسبه لي كيقصروا هكا يعني كيقصروا بحالي يعني كيقصروا بحالي غتولي الرجل ديال بوب ديالهم. دابا الرجل ديال بوب ديالهم هي هادي، ولكن دابا تتولي الرجل ديال بوب ديالهم هي هادي، يعني كيولي نوري فهمتيني. هادي بالنسبه لي كيقصروا بحال، بالنسبه لي ما كيقصروش بحالي كيقصروا بحال هكا كيقصروا بحال هكا، هذيك كتولي كتكون الرجل ديال بوب وهذيك تولي الرجل ديال فليك. هذا راه ما كيتسناش نوري بالنسبه للرجل، بالنسبه للدراري اللي كيقصروا بهذا البوزيشن دائما لاول مره تعلموا السكيت تعلموا بهذا البوزيشن. هاد التريك هذا بالنسبه للدراري كيقصروا بحال هكا، يعني كيولي كيقصروا بحال هكا غيوليو يقصروا بحال هكا الا بغاو يلعبوا نوري، واللي كيقصروا بحال هكا غيوليو يقصروا بحال هكا الا بغاو يلعبوا نوري. نتمنى تكونوا فهمتيني فهمتوني هادشي اللي كاين عندنا في الفيديو. نتمنى تكونوا فهمتوا الفيديو مزيان وركزتوا معايا مزيان، حيت التريك بزاف موت ساهل يعني موت بوت ساهل دغيا غتحطو. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا، عجبكم الفيديو ديروا لايك سبسكرايب، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه باش بنادم يتعلم حتى هو جاست سكيل اللي خلاها تمارا. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا مزيان، كان معكم ادم احيان فلات جراند سكيت بورد، نتشافوا ان شاء الله في بارت الثالثه.